نتابع مع حضراتكم مجددا احدى الجلسات النقاشية التي تعقد على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. لكن نحن في الأمم المتحدة نعتقد أنه لابد أن يبدأ بمبدأ الحصول على التعليم. نحن نعتبر أن التعليم أمر حاسم وهام للغاية، ولابد أن نتحدث عن هذا الأمر. كيف نعطي المعرفة الصحيحة للشباب عن حياتهم، عن أجسامهم، عن حياتهم الاجتماعية، عن حقوقهم في تقرير المصير، كيف يريدون إدارة حياتهم إذا ما كنا نريد تغيير كل شيء. يمكن أن نمثل أن كل شيء على ما يرام، ولكن لابد أن نتحلى بالأمانة ونتحدث عن كل هذه التحديات. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ هؤلاء الشباب يحصلون على المعرفة، وبالتالي يحصلون على التمكين أيضا، ويصبحون أعضاء فاعلين في المجتمع يمكنهم الإسهام فيه. لذا لابد من تأسيس سياسات تجعل الشباب قادرون على الانخراط في صنع القرار. لذا لابد أن نتناقش مع الحكومات من أجل أن نكفل تكافؤ الفرص بالنسبة للشباب فيما يتعلق بفرص العمل والمعرفة وما إلى ذلك. لذا لابد أن تكون هناك آلية معتد بها في هذا السياق، ولا بد من أن يكون هناك كفالة، لأن جميع البرامج التي نؤسسها من أجل هذا الغرض ترضي أو تلبي اهتماماتهم. ابني ذو 6 سنوات يهتم بمستقبله، هو لديه طريقة معينة في رؤية الأمور تختلف عن رؤيتي. هذه هي رؤية الأجيال الجديدة. نعم، الأجيال الجديدة لديها مدخلات رائعة ونحتاج إليها. لذا الشمولية والمساواة في التعليم أعتقد أن هذه هي المستلزمات الأساسية من أجل أن نصل إلى عام 2030 بجيل مختلف يتمتع بشباب فاعل و يمكنه تغيير الأمور. وأيضا